تحدث عن أول ما تحدثنا عن أثر الموسيقى في تشجيع الأطفال، قدم لنا الدكتور ناجي، وآخر منتدى كان عملناه عن ظاهرة الإرخاء والجذور الفكرية، قدم لنا الأستاذ ربيع السماني وخالد عثمان. الليلة دي حنقدم الباشمهندس عاصم، وعاصم هو خريج جامعة الخرطوم كلية الهندسة، وجا أستراليا هنا يعني في منتصف 2005 آخر الجيولوجيا علوم خريج علوم، وبعد ذاك يعني برضو قرأت ترجمة هنا في جامعة موناش، والآن هو يعني مترجم كده. وطلبنا منه يجي يقدم لنا ورقة حول الإمبريالية الجديدة، وهو خاصة كان يعني نشط في الأيام اللي فاتت دي، وكان دائما بيطرح موضوع الإمبريالية الجديدة وكده، فطلبنا منه أنه يجي يقدمها من وجهة نظره، ونتفق معه ونختلف معه، وعايزين يطرح علينا، ونحن إن شاء الله يعني ندعمه بالنقاش وكذا، وفي النهاية المعرفة للجميع، هو اللي بيطور مقدراتنا الفكرية إن شاء الله إن شاء الله. موضوع الإمبريالية الجديدة طبعا زمان حسب الخطاب الفكري في الستينات وكده، نحن في السودان هناك بنعرف أنه في استعمار قديم وفي استعمار جديد، يعني كانت كان دين المصطلحين السائدات في الخطاب، وبنعرف أنه الاستعمار القديم هو الاستعمار الفيزيكي يعني العسكري وكذا، والاستعمار الحديث حسب الخطاب بتاع الفترة دي هو الاستعمار الاقتصادي اللي هو الدول الأوروبية وأمريكا وكذا، بيستخدم الطبقات الحاكمة والفئات المنفذة في المجتمعات، خاصة في المجتمعات الأفريقية ومجتمعات دول العالم الثالث، ومن خلالهم بيتم استغلال مصادر الثروة والإمكانيات المعدنية والزراعية والكلام ده. المسألة طبعا اتطورت بعد ذاك والمصطلحات اتغيرت، وبقت في مفاهيم جديدة بتطور الأحوال العالمية، وخاصة بعد ما تطورت مسألة التكنولوجيا والاتصالات وبقى في الإنترنت وبقى في كلام زي ده، وتطورت برضو العلوم الفيزيائية والعلوم التطبيقية يعني، وتطورت معها الآلة الاقتصادية العالمية وكذا يعني، وده كان كله عنده تأثيرات يعني، خاصة على مجتمعاتنا الفقيرة في أفريقيا وفي دول العالم الثالث عموما يعني. ظهر خطاب جديد ومفاهيم جديدة، من الرأسمالية الشرسة، من الإمبريالية الحديثة وكل هذه. فالنهاردة يعني يتفضل أخونا المهندس عاصم وينورنا على الأن المصطلح ده بدأ كيف وكيف وما هي أصلا الإمبريالية الحديثة. شكرا. أولا شكرا معاوية، شكرا خالد إنه برضو قدمني، خالد عثمان إنه اقترح المحاضرة، عند أول مرة في حياتي أقدم محاضرة أصلا يعني، ودي يعني للشخص المطالع شكرا للحضور انه يعني التقدير انه يحضروا. طيب انا كنت اشتغلت ب
عشان التجهيز للمحاضرة اشتغلت بمرجعين أساسيين، اللي هو في كتاب كاتبه بروفيسور هندي اسمه The Poor Nation A Possible History of the Global South، اللي هي الشعوب الفقيرة وإمكانيات إنه الشعوب الجنوب تنهض تاني. يعني هو بيعتبر شعوب الجنوب طبعا مقصود بها كل أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لحد ما حتى شرق أوروبا يعني. فالفكرة كلها أنا حناقشها هي يعني هسه بنشوف صراعات في الايديولوجيا الحايمة هسه إسلام وشيعة وسنة ودارفور وصراعات عرقية وبوكو حرام، لأن القصة دي حرجي هسه للإيشو الروس الاقتصادية، الإيشو الاقتصادي في الموضوع من ناحية اقتصادية بحتة يعني. في نفس الوقت انا ما حستخدم المنبر ده انه اروج لايديولوجيا ماركسية او شيوعية، لانه بتكون ما في ده في النهاية. احنا الفكرة الاساسية ده يعني لغاية في كوميونيتي سوداني فيه ناس بافكار مختلفة وفي قناعات مختلفة، عشان كده الاقتصاد لما تكلم في ارقام او في حقائق فاكت هنا ما في ده. لما تتكلم في الاقتصاد بيختلف انك تتكلم في الايديولوجيا يعني، فبتوحي يعني حيكون الفكره ان اقرب لان الكلام اكاديمي ومحايد. الاهميه انه اولا هي الليبراليه الجديده، صح، مربوطه الليبراليه الجديده ولا اللي هو النيو ليبراليزم، وفي كلام انه النيو كولونايزيشن اللي هي الاستعمار الجديد اللي اشار لهم معاويه. وحرجع للتفصيل الديفينيشن والتعاريف، معلش رغم الانجليزي الكعب بتاعي والنطق الكعب والاكسن هحاول، لازم في حاجات تتقال بالانجليزي وحاول ترجمها. كويس، اولا ما في الاهميه المحاضره تقريبا، احنا ما في فرصه يعني استعراض معلومات وانه الشخص خطير ولا عنده فكره خطيره عن العالم ولا كده. هي نحن كلنا في الدنيا دي تقريبا في اكثر من مليار انسان تحت خط الفقر في العالم يعني، وفي مشاكل ضخمه، وفي على المستوى الشخصي على المستوى العام. فحتى لو في انسان نجح على مستواه الشخصي بيحس انه العالم ده ما فيه غلط ضخم يعني. برجع طبعا تاريخ هسي الكلام انه كانه القرن العشرين، هي دي النقطه الاساسيه، انه العالم من الالفين او الميلينيوميه كان بيقول العالم خش القرن الواحد وعشرين ونحن في عصر الحضاره وعصر اللي انتهت العنصريه وانتهت المشاكل الاقتصاديه والناس كلها مرفهه والناس ما يعني اللي هو الميديا بتحاول تحكي صورة جميلة جدا عن العالم وكان الدنيا ماشية تمام وغيره في المشروع الأمريكي. طبعا أهم نقطة حنناقش القرن العشرين أو حرجع لمفهوم الليبرالية الجديدة، لكن قبل حرجع لكتابين أساسيين اللي هم، وبعد ذلك نرجع للليبرالية الجديدة هي شنو، الاستعمار الجديد هو شنو. كتابين أساسيين، فرانسيس فوكاياما اللي هو نهاية التاريخ، اللي هو زول ياباني امريكي الاصل، وكتاب مشهور ترجم للغه العربيه نهايه التاريخ، وكان بيعني بعد سقوط الاتحاد السوفيتي رسميا سنه 91، ونهار طبعا قبل 91 لكن رسميا يعني تحلى وحتى الاسم الشال 91. فتقريبا كتابه طلع في اوائل التسعينات، اللي هو بيقول انه خلاص تاني ما في العالم دي الراسماليه حسود العالم، والتاريخ وقف على كده انه السيطره الامريكيه اللي وطن امريكا هي قاعده الحرج يعني، قاعده الراسماليه في العالم والغرب والشركات وكده، وانه باقي العالم ده مفترض يستسلم. والفكره خلاص يعني انه نحن بنروي لمشروع حننشر الديمقراطيه وحننشر حقوق الانسان وحننشر الحاجات وكده، حنرجع للتفصيل ذاته شنو نشر حقوق الانسان وهل هو فعلا في حقوق انسان في. فكانت في بروباغندا اشتغلت منها، هو كتابه قلت ذا اند اوف ذا هيستوري، والكتاب الاخطر اللي هو بتاع هنتيكتون صامويل هنتيكتون اللي هو قال اللي هو ده زول تقريبا مستشار كونسلتا كان لل هو تقريبا عالم جغرافيا وما متاكد بالضبط، لكن هو تقريبا الكتاب طلع 93 توفى قبل في الالفينات دي، هو صامويل هنتيكتون توفى قبل سنتين. كتابه اللي هو معروف برضه حتى الاسلاميين بيعرفوه غير، اللي هو كلاشز اوف سيفيلايزيشن اللي هو صراع الحضارات، كتاب برضه مشهور اللي هم ده زي القران يعني زي الكتب القران للعولمه اللي هي الايديولوجيا، انه العالم هو هنتيكتون قال شنو داك طلع انه الرأسمالية حسود العالم هي اخر مشروع الليبرالية الامريكية، المشروع الامريكي او الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية هي نهاية التاريخ، التاريخ وقف على كده تاني، لا في اشتراكية ولا في نهوض شعوب من العالم الثالث، لا في انتصارات لهم انه يقبلوا بالوضع. صامويل هنتيكتون بيعتبر انه العالم حيدور صراع حضارات، ودي حاجة خطيرة جدا، اللي هو دي هسه بيروجوا لها اليمين في انه يعادوا المسلمين يعادوا الصينيين يعادوا غيره، اللي هنا صراع الحضارات.
بيقول انه العالم بعد نهاية الاتحاد السوفيتي اللي قلت زي ما قلت الكتاب طبع في 93، فقال انه هو عنده كم كتاب حتى ميل اللي هو بيتكلم عن الحاجات الاثنية الهجرة والثقافات والحضارات وغيره. طبعا احنا بمفهوم ده عقل يميني انه العالم ده المسلمين حيكاتلوا المسيحيين والمسيحيين، هو فكرته كلاتي قسم العالم خطط العالم لصراعات حضارية اللي هو الامريكا اللي هم الغرب تقريبا صنفوا اللي هو الويسترن سيفلايزيشن سماه الحضارة الغربية، وصنف اللاتين امريكا يعني ما صنف هنا صراعات اقتصادية صنف صراعات حضارية، وصنف لاتين امريكا ككاثوليك انهم بيهددوا الامريكا، وصنف الاسلام والحضارة الافريقية. حتى من جاء في السودان قام فصل الجنوب، هذه كان فكرة خطيرة جدا الكلام ده 93، فصل الجنوب مع افريقيا وفصل شمال السودان مع باقي العالم الاسلامي. في الصين صنف الصينيين ككونفوشيين تصنيف كونفوشي، وتاني عنده شرق اوروبا ارثوذكس كمسيحيين ارثوذكس. فبيقول انه ده صراع حضاري، العالم حيصدوا صراع حضاري، صراع الحضارات دي حتتحارب في بعض. وبعد ذاك انه نفس الشخص ده تيك توك مرات بيقوم يقول المسلمين هم السريت هم التهديد لامريكا وللحضارة الغربية، تاني يجي يقول الكاثوليك، السؤال الكاثوليك اللي هو اللاتينو لاتين امريكا وكده باعتبار انهم في زي في امريكا تقريبا هم 40 مليون لاتين امريكا، يعني احصائيا كده هم اكتر من الزنوجة الامريكان والافريكان امريكان 30 مليون بالتصنيف، يعني طبعا تصنيف وهمي لكن نقول بالاحصائيات دي. فبيعتبر انه لانه امريكا بروتستانت في النهاية وفي تحالف من البروتستان معروف والجيوش، يعني المسيحية البروتستانتية طبعا تاريخيا معروف انها هي بتحتضر قصة طويلة، يعني انه هم جاءوا امريكا وبفتكر انه لا يعني في البروتستان هي طبعا اساسا الرسمالية، لكن ما ادري اخش فيها كثير. اللي هو البروتستان لما عمل مارتن لوثر في المانيا 1500 وحاجة القرن 16 عمل ثورة على اللي هو جاب العلمانية وجاب الرسمالية، وقام قال يا اخي اليهود ما قتلوا سيدنا عيسى وكده. المهم يعني واضح انه البروتستان بيشتغلوا مع الزيونيست، ما ادري اقول اليهود لانه ما ادري نصنف اليهود انهم ناس سيئين، لكن نتكلم عن بعدين نرجع للموضوع ماديا يعني. موضوعه كله حرب اقتصاد وشركات وكده. ده اللي هو المين ايشو اللي هو بعدك من 93 شفنا العالم شاف احداث زي ما ناقش ربيع في المحاضره فاتت وخالد اللي هو ندعو عليها احداث كثيره جدا جدا، طبعا ميل في المسلمين لكن ما كان الاسلام بس، يعني في مشاكل كثيرة لاتين أمريكا مثلا.